فاطمة، اذكر لنا بداياتك مع نادي الاتحاد وكيف انضممت مع الرابطة. البداية زمان عام 1403 يمكن، يعني في 31 سنة. كانوا مجموعة شبابنا الموجودين، كان أيامها رئيس الرابطة اسمه عبد الله شعيب الله يرحمه، وكان في مجموعة من الاتحاديين كذا نعرفهم ودخلنا معهم في الرابطة في هذا السنة أعتقد 1403. إن شاء الله سمعنا كلام الفترة الأخيرة إنه احتمال قدم استقالتك. قدم إيه؟ قدم استقالتك لأنه أنت منصب رسمي في النادي رئيس الاتحاد. اسمعنا كلام مشجع انا مشجع ما لاعب كوره، لاعب كوره هو اللي اعتزل، هو اللي رئيس الاتحاد يعتبر منصب رسمي في النادي. ايوه ايوه بس هذا المشجع ما يعتزل، يعتزل لما يموت. لا ما يعني صح اقصد انه تخلي الرئيس نائب الرئيس هو اللي يمسك نائب رئيس الرابطه يعني هو هيجي يوم الايام، هيجي يوم الايام انه يكون في انسان ثاني مكاني، لكن الوقت الحالي مو في البال يعني. طيب أصعب موقف مر عليك في المدرجات؟ أي هزيمة للاتحاد هي موقف صعب. لا بس موقف يعني مختلف غيره يعني. حاجة غير يعني حسيتها صعبة مرة. والله ما أتذكر، أنا قلت لك أي هزيمة للاتحاد هي صعبة، أي شيء هزيمة للاتحاد. طبعا في أحداث قوية، خسارة نهائي نهائي كاس شازك، يمكن كأس آسيا لما خسرنا في جدة وإحنا كان في يدنا الكأس أيامها، ضيع الحديثي ضربة جزاء، وكان هذاك يمكن الكأس الأقرب اللي في يدنا كان وضاع مننا كذا. يمكن هذا من المراحل الصعبة يعني، هي كلها الهزائم صعبة. أغلب أندية الدوري عبد اللطيف جميل إما أن تحضر مايك كهرباء أو تحضر أكثر مايك بطارية يعني، وهذا الموضوع يتكرر كثير، ما في يعني لا حسيب ولا رقيب ذا الموضوع يعني. لابد التحرك منك أبو فاطمة لحفظ حقوق جمهورنا لتكون مساواة بين جميع الأندية. والله شوف في كل مباراة إحنا بنجيب المايكين معنا، لكن بنشغل واحد حسب الأنظمة، بنكلم الناس يقول لهم يا جماعه في المدرجات الثانيه، قالوا احنا بنحاسب واحنا بنفعل واحنا بنترك، ورغم هذا كله بيدخلوا الناس. طلبت حتى الاخوان في رابطه محترفين وحنطالبهم مره ثانيه ومره ثالثه، لكن انه يعني نسيب الموضوع كذا لا ما حنسيب، وحنجلس هذا حقوق الجمهور لازم نتابعه. يعني لما انا اكثر مره تفرجت مباراه الهلال الاتحاد يعني اسمع صوت المايك حق الهلال اقوى من المعلق، عكس يعني مدرجات الهلال يعني مدرجة الاتحاد عفوا يعني تحس شيء يعني تهز الخاضع يعني. لا يمكن المايك كان موجه على المحل ال لا لا بس كل مباراة كل مباراة موجه. ايوه عادي مفتوح عندهم المايك وعندك ما عندك مايك مفتوح، عشان مشكلة مباراة مع الاهلي الاخيرة فاتحين المايك عند الاهلي وعندنا قافلينهم، وعشان كذا طيب كيف يوصل صوتك اذا انه قافله، اذا انه المخرج هو متعمد انه يقفل. عملنا لقاء قبل اسبوع مع عادل جمجوم وسالناه عن ذا الموضوع، قالوا يعني ما تواصلت مع القناة الرياضية عن ذا الموضوع؟ قال لي انه هذا اول مرة تصير، لان الجمهور زعل مرة عن ذا الموضوع يعني. لا مي اول مرة تصير، اي ما اول مرة تصير، لا لا مي اول مرة تصير، صارت كثير. ما تواصلت مع القناة الرياضية عن ذا الموضوع؟ انا اتواصل مع الصحف اسبهم في الصحافة ما عليه فيهم الصحافة. هم قاعدين يعتذروا ويقولوا اشياء غير صحيحة. مخرج المباراة يقول سألت المسؤولين في رعاية في التلفزيون هل صوت جمهور الاتحاد محجوب؟ يقول لك لا. طبعا اكيد ما حيشهد لك ما حيشهد له. احنا قاعدين نتابع ثاني يوم شفنا المباراه ما في صوت جمهور الاتحاد مره، ما في صوت. انا كنت حاضر الملعب يعني كان شيء والتلفزيون شيء غير صراحه. طيب رابطه نادي الاتحاد مثال اقتدى به في التشجيع في الوسط الخليجي باكمله، واشهر اول رابطه اول وش الرابطه المشجعين رغم هذا لا يقودها في التشجيع الا 3 اشخاص. السؤال يعني انت ما فكر بانك تدعم الرابطه باسماء شابه جديده تفيدكم في المستقبل؟ يعني تعرف انت في فئات سنيه في شباب يعني هو لازم اللي يقود المدرج الاتحادي يكون اللي يقود المدرج الاتحادي لابد انه يكون واعي كيف القياده في
فئات سنية يعني أجيب لي واحد عمره 16 سنة يقود المدرج شوية سب ما ينفع. أنا لازم اللي يقود المدرج لازم يكون إنسان واعي، إنسان كويس، إنسان عنده فكر، إنسان يتمتع بأخلاق كويسة. إذا هذا وجدناه في أي شاب إن شاء الله ما عندك مشكلة، صوته كويس، صوته مميز، ما في مشكلة. طيب قبل فترة أتى إليك مشجعين اثنين قدموا لك هزيج ملحنة وجاهزة وطلبوا منك أن تأخذها وتغنيها، لكن تفاجئوا بأنك رفضت. ممكن نعرف أسباب رفضك الهزيج؟ طبعا اسم الاثنين موجود هنا. ما أعرف اسماء أشخاص، لكن الشيء الجيد حناخذ، الشيء المو جيد ما حناخذ. يعني بيجيك وترفض؟ ترفض شيء جيد حاخذ، الغير جيد لا. طيب هذه الأسئلة من الجماهير دحين. لماذا صالح قرني متحامل على اللاعب السابق محمد نور؟ محمد نور الناس ما أخذ الموضوع بحساسية. أنا قاعد أتكلم معهم لما قلت لهم يا جماعة ما يصير تشجعوا محمد نور وتسيبوا الـ 11 في الملعب. أنا ما قاعد أتكلم، محمد نور هذا من اللاعبين اللي مروا على الاتحاد يعني تركوا بصمة كبيرة في تاريخ الاتحاد. صعب إنه يتحامل معه لاعب كل يوم بيتصل عليه وبكلم، هذا زي صاحبي عارف. بس أنا قاعد أتكلم عن الاتحاد، ما قاعد أتكلم على محمد نور وعلى أسامة وعلى أحمد جميل، قاعد أتكلم عن الاتحاد. الاتحاد يجب أن أعشقه أكثر من أي لاعب، لازم أحب الاتحاد أكثر من أي أحد. محمد نور مشي خلاص، مشي يعتبر لاعب يعني منافس، فريق منافس، ما صعب إنك تشجعه لحين. لا هو مشي راح نادي ثاني هيلعب ضدي، لكن لو جاي المباراة الجاية حسوي له أغنية وحيي زي ما حييت اليامي، حييه ويا مرحبا بك يا نور وأغني له. ليه؟ لأنه هذا لاعبي جاي يلعب ضدي، أحييه في أول المباراة وهو يسخن، بس خلاص بعد كده تبدأ المباراة فريقي. لماذا لا يتم التواصل من قبل الأخ صالح القرني مع أعضاء الشرف المؤثرين وتقريب وجهات النظر بين الإدارة وأعضاء الشرف المؤثرين لما في مصلحة النادي؟ والله هذه الأمور أنا ما قصر فيها نهاية، بس يمكن الناس طبعا ما حيعطل على الناس يقول والله كنت عند منصور في البيت، كنت عند أسعد في البيت، ما حقولها للناس ما حقولها، لكن أنا قاعد أسوي، قاعدين نجري والله. طيب إن شاء الله. هذا تقريبا أكثر سؤال طرح الجماهير، لماذا لا يتم إصدار ألبوم جديد نادي الاتحاد علما بأن آخر ألبوم نادي الاتحاد عام 2007 قبل 7 سنوات، وهذه الفترة وهذا تعتبر فترة طويلة جدا. والله الاتحاد كسر مجاريفنا في ال5 سنين الأخيرة دي. شوف العمل جاهز والشريط جاهز، بس يعني حتى العام لما جينا بعد الكاس نبغى نطلع الشريط، الشركات الإنتاجية دائما هي اللي تكسر مجاريفك، ما تلقى عروض كويسة من شركات الإنتاج. يقول لك الشريط ينزل من هنا، أول 10 نسخ تنزل السوق تتباع، 1 نسخة على النت، وكل مين ينزل من النت ما حد يشتري. الشركات الإنتاجية صارت ما تطلب أي شريط، لكن أنا حسوي شريط. طلبوا شركة إنتاج ما طلبوا كذا، حسوي شريط وحننزل إن شاء الله هدية لجمهور الاتحاد. ما يعطيك العافية. في النت كذا نقول لهم هذا مفتوح، سجلوا كل واحد يشتري. قريب إن شاء الله. إن شاء الله قريب بإذن الله. طيب. بس خلي النتائج تتحسن شوي. طيب. عشان الواحد يكون له نفس. يا رب. طيب هذا طبعاً من الجماهير، كل أسئلة ذي الجاية من الجماهير. لماذا الاستهتار وعدم الحضور لأغلب المباريات للألعاب المختلفة؟ استهتار كلمة صعبة، سؤال ما هو حلو، سؤال جاني يعني جاني أكثر من طريقة، يعني جاني تقريبا 7 أسئلة نفس ال كل الألعاب. أي ألعاب مختلفة زي إيش يعني؟ مثلا سلة، طائرة، في سلة أصلا بدأت؟ لا اقصد هو مقصد سؤاله كده. بنحضر كل السلة، بنحضر الألعاب الجيدة في النادي بنحضر لها، أما لعبة انهزامية ما نحضرها، ما في إلا هي انهزامية واحدة يعني ما بتحقق أي نتائج. ما بتحقق حاجة. الطائرة حق الدوري أظن. أي دوري يا عم، كل الشباب الناشئين هنا اللي ما هذا اللي سألك السؤال ما يحضر أصلاً هنا، ما يعرف إنه كل المباراة إحنا في الموجودين. السلة موجودين باستمرار ونحضر السلة. طائرة شباب بيجوا لهم لما تكون مباريات حاسمة ضد الهلال ضد الأهلي.
الساعة 2 الظهر جمعة هنا نحضر. هسه الجمهور اللي سأل السؤال مو داري شغله. طيب كرة ما بنحضر، أشبال ناشئين، شباب فريق قدم بنحضر، أولمبي بنحضر، كل هذه بيحضروها الرابطة. بس هو هذا اللي هو يمكن بيتفرج نادي ثاني الله أعلم. طيب طبعا أنا لسه انتهت، بس نبغى لو تكرمت مقطع صغير لهزوت نادي الشعب صراحة تعجبني. بس أنا معدوم من السفر إيه؟ وجاي عارف هنا خاصة لما تروح في أماكن بحر تيجي متلاقي. أنا هسجل لكن طلعت كويسة نزلها، ما طلعت كويسة نزلها. أكيد أكيد. أيوه بس أنا أتكلم على الصوت، الصوت عارف مو على كيفك. تيجي فجأة كذا الجو يتغير. يهمنا حصرية المقطع أكثر من الصوت، ما حتفهم. ديك العافية، حصرية عجيبة حصرية. إعلان هذا، شوف الإعلان هذا. كل غنى باسمك نادي الشعب، كل يهتف لأجلك نادي الشعب، ذهب ذهب دي الشعب فن وطراب. كل يهتف باسمك نادي الشعب، كل غنى لأجلك نادي الشعب، ذهب ذهب نادي الشعب فن وطراب. علي سامحونا الصوت تعبان شوي. كلام كلمة أخيرة ها؟ أبو فاطمة بس كلمة أخيرة تقدمها للجروب الجمهور الاتحاد. أنا أتمنى من جمهور الاتحاد إنه يكون دائما مع النادي، ما يكون مع الأشخاص. هذه نقطة مهمة جدا، لازم نكون يد واحدة، نحاول قد ما نقدر خلافاتنا ما نثيرها في المدرجات، ما نتطرق إلى شتم رئيس، إلى شتم لاعب، إلى شتم أي عضو مجلس إدارة، إلى شتم مدرب. لازم هذه كل الأشياء تنحل وسط النادي. في احتجاجات تسير بطريقة مؤدبة، نتمنى أن جمهور الاتحاد دائما يكون هو المميز.